المسلحه اليمنيه تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الاحمر والعربي ضد السفن الاسرائيليه او المتجهه الى موانئ فلسطين المحتله حتى ادخال ما يحتاجه قطاع غزه من غذاء ودواء. أعلن الحوثيون مسؤولية الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي تعترض المقاتلات الإسرائيلية هدفا جويا في منطقة البحر الأحمر. الانفجارات وقعت على بعد كيلومترين تقريبا من مدينة دهب الساحلية المصرية. جماعة الحوثيين أعلنت فيما بعد مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على سفينة حاوية في البحر الأحمر وعن محاولة مهاجمة إسرائيل بطائرات مسيرة. طائرة مقاتلة تابعة لقوة الدفاع الإسرائيلية اعترضت اليوم فوق البحر الأحمر هدفا جويا معاديا متجها نحو إسرائيل. هجمات الحوثيين ضد إسرائيل تعتبر أعمالا إرهابية ويتم تنفيذها بتواطؤ وأوامر من إيران. تهاجم جماعة الحوثي سفنا تجارية على صلة بإسرائيل منذ أكتوبر الماضي في حملة تقول إنها للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تواصل إسرائيل حربها عليه. هذه الهجمات تهدد بتعطيل التجارة العالمية ودفعت بالولايات المتحدة إلى إنشاء قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات في المنطقة الاستراتيجية. الجيش الأمريكي أعلن الثلاثاء إسقاط نحو 15 مسيرة وصاروخا في البحر الأحمر، لكن الحوثيين يقولون إنهم عازمون على مواصلة القتال. هم عن نحو 100 هجوم ضد إسرائيل منذ بداية الحرب، بما في ذلك الهجمات الصاروخية التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية بشكل مباشر وتم اعتراضها قبل الوصول إلى أهدافها.